مساء الخير واهلا وسهلا فيكم جميعا، كل بحضرونا وبتابعونا باول ايام الاسبوع. اليوم السبت، الاسبوع بلش، يعني بلش الحماس وبلش الطاقه الايجابيه لحتى ننجز كل اعمالنا، وان شاء الله يا رب هيك كل اسبوع بكون خير عليكم، بتحققوا كل احلامكم وامنياتكم. اليوم رح نكون معاكم من هلا للساعه 1:30، رح يكون معنا وصفات رائعه جدا، في اشياء نحن كنا عم نتحزر شو هي شو هاي، عرفنا كل حدا اعطاه فكره، فكل التفاصيل هاي رح تكون مع الشيف امتياز. بس بدي اذكركم انه بتقدروا تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن وعمان تي في اوفيشال، تشوفونا عبر اللايف، بتقدروا تكتبوا لنا بالتعليقات اسئلتكم واستفساراتكم لحتى نرد عليكم اول باول. صاروا بدنا نعرف تفاصيل اكلاتنا اللي احنا مش عارفينها. كيفك يا شيف؟ انا منيحه الحمد لله، انت كيفك؟ منيحه الحمد لله. شو الاخبار؟ مشتاقيت لك. كل النميمه اللي ما شفتهاش فيها الاسبوع الماضي هلا خلصت لها. شو الاخبار؟ قال شو الاخبار؟ خلصنا كل الاخبار هلا. بس علي بيحكي شيء كثير مهم. صح. اليوم انا ودينا ومروه وكمان بناتنا عمان تي في طالعين نحضر مباراه سوا 100%. ف هيثم والله يستر الاردن. الله يستر الاردن. هو شوفي اللي رح يخفف شوي انه في مباراه ممكن تلهينا شوي، رح تخفف الفريقين رح يخسروا. يعني رح نبلش قاعده لهالدرجه احنا. وفي واحده منهم انا ما بحبها، انت بتعرفي. صح. فانا اتفقت انا ومروه انه شو لازم اتصرف معها لما احنا حضرنا كل شيء، يعني القعده طلع جاهزه. جاهز جدا، نضل نعرف شو بدنا نلبس. بس عن جد عن جد يا اختي العالم غريبه. فكتير احنا متحمسين على كل حال اليوم. اعتقد انه كل الناس لازم احكي لكم وين رح نروح نحضر المباراه عشان تيجوا تسمعوا القصص والسواليف اللي رح نعملها. بالضبط. ممكن تحضروا خناقه. بالضبط. انا بقول اذا هلا رح نحكي كل الناس رح تيجي مش تحضر المباراه، تحضر الحرب اللي رح تصير. بس لا ان شاء الله اكيد رح نتسلى. الحرب البارده. الحرب البارده. اديتي كلام من غير كلام. بالضبط. هاي هي اصلا، هاي الحرب اللي بتخوف اكثر. 100%. طيب اليوم اولي حلقتنا ان شاء الله راح تكون كثير حلوه، كثير فيها هيك تفاؤل طاقه ايجابيه. اليوم راح نعمل وصفات عن جد لطيفه غريبه، وانا بحب انه لما ناخذ وصفات من المطابخ العربيه الثانيه. اليوم مطبخنا عراقي، راح نعمل المقلوبه الحمراء. اوكي. انا ولا مره جربتها، بس قبل فتره حضرت حدا شيف انا كثير انا وياه صحبي عراقي. حلو. وعملها وحبيت كثير فكرتها، بتشبه مقلوبتنا على كبستنا. اوكي. يعني كبسه ومقلوبه مع بعض. كبسه ومقلوبه. ففكرتها كثير حلوه، فرح نحضرها اليوم بطريقه كثير هيك حلوه وبسيطه، ورح حلو. نعمل كفته، ولكن اليوم كفتتنا رح تكون بالدجاج، ورح نعمل اخر شيء كرات الخشخش. اوكي. اللي هم اللي قاعدين نتحذر انا وعلي، حدا حكى فلافل، حدا حكى دجاج، حدا حكى شوكولاته. علي مقتنع انه بس هدول خشخش. الخشخش انتم بتعرفوا بنعمله احنا طبقات من البسكوت وطبقه من صوص كريمي، وبنحط طبقه ثانيه مثلا بسكوت مالح بسكوت حلو. أوكي. اليوم رح نعملهم احنا على شكل كرات بطريقه هيك سهله. فلافل. احكي فلافل مش فلافل. فلافل. فلافل مع طحينيه ملونه. مع طحينيه وشو الاخضر، ما هو ما بزبط. فستق ملون على فلافل مثلا. اوكي. فرح نعمل وصفات كثير حلوه ورح تعجبكم ان شاء الله. وفكره هاي المقلوبه على فكره طعمها كثير طلع طيب، جربتها انا بالبيت طلعت كثير زاكيه. وبعرف انه احنا كفلسطينيين واردنيين بنقدرش نتخيل الاكلات التقليديه تبعتنا بطريقه ثانيه، ولكن صح. المقلوبه لها اكثر من طريقه. واحنا اليوم رح ناخذها من الجانب او من العراق. من العراق. انا من عشاق الاكل العراقي، يعني هيك زي خلينا نقول عشرتهم فتره كثير كبيره، ودقت اكلاتهم بحب اكلاتهم كثير. زاكي الاكل العراقي فيها نكهه هيك بهارات. بهارات هيك، وانا بحب هاي النكهه كثير. صح. طيب رح نبلش مع الاكل العراقي. رح نبلش اول شيء مع المقلوبه الحمراء والمقلوبه العراقيه، ناخذ مقاديرها. يلا. للمقلوبه الحمراء او المقلوبه العراقيه رح نحتاج 3 اكواب ارز مهراجه، بطاطا مقليه، باذنجان مقلي، زهره مقليه، كيلو لحمه مسلوقه مربعات، ربع كوب صلصه بندوره، معلقه كبيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره بهارات مشكله. واكيد رجعنا لكم لحتى نعمل هالمقلوبه العراقيه، شكلها واضح انها رح تكون من مقاديرها انها بتشهي، فاحكي لنا تفاصيلها وشو بتختلف عن المقلوبه اللي احنا بنعملها او الكبسه اللي احنا بنعملها بما انه بتشبه التنتين. ايه والله اول شيء علي الوقت اللي اخرتوني فيه في بدايه الحلقه رح ترجعوا لي اياه. بالضبط. للاخر. ومش رح نوقف حكي ومش رح نوقف طبخ. برافو عليك. نخلص اللي علينا. هيك بدي اياكي. بالضبط. ايوه. انصر ايش؟ انصر اخاك ظالما او مظلوما. 100%. معقوله ضد هالمثل؟ لا طبعا انا مش مع. جد؟ انا مع الحق دائما، بس مرات احنا يعني طبيعتنا العاطفه بتخلينا نكون. انا مع. انت مع؟ اذا كان اخوك من عيلتك. اذا اخوك اخوك.
طيب عشان بس الوصفه كتير سهله أوكي. رح نحكي عنها شوي، فكرتها شوي مختلفه عن ايش احنا من متعودين نعمل الكبسه اللي احنا بنحبها. مبدئيا انا مستخدمه فيها رز تايجر، عشان رز تايجر بالمقلوبه هو رز امريكي متوسط الحبه، بس بياخذ نكهه كتير حلوه بالمقلوبه. هلا بالعراق بيعملوها بس برز بسمتي، واحنا رزاتنا البسمتيه من اكيد مهراج اللي هو اطول حبه رز بالعالم، وهو رز هندي. فانا خلطت الصراحه، اخذت 3 كوبايات رز بسمتي وكوبايتين رز تايجر عشان اخذ النكهه واخذ الفلفله اللي احنا قلنا هي قريبه بين الكبسه وبين المقلوبه. حلو. بتشبه التنين. حلو. عرفتي كيف؟ أوكي. اول شيء حطيت هون زيت من شعبان، راح احط عليه صلصه بندوره. حلو. وراح اخذ الرز اللي انا غسلته 3-4 مرات ونقعته لمده ربع ساعه. هلا في اكثر من طريقه في العراق لطبخ المقلوبه الحمراء، في منهم كيف بيعملوه زي الرز المشخول، يعني بيستووه نص سوا اوكي تمام مع البندورة، بعدين بيخلوه يتطبق مع الخضروات. بس حلو. حسيتها بطلعش نفس النكهة المقلوبة اللي احنا بنحبها، شوي هيك تكون شاربة من كل نكهات الخضروات والزيت وكل شيء، خصوصا المقلوبة بتحسي انه كل الطعم لازم تكون مخلوطة مع بعضها 100%. فأنا رح أقلب الرز مع صلصة البندورة عشان نعطي لون الأحمر قلنا للرز اللي احنا بدنا اياه. أوكي. احنا مش متعودين نعمل مقلوبة زي هيك، احنا بنعتبر المقلوبة أسهل طبخة لأنه طبقي كل شيء فوق كل شيء بنفس الطنجرة، ما بتطلع كتير طناجر، ما بتطلع كتير شغل، وبتسهل علينا 100%. طيب حطينا قلنا الزيت وحطينا صلصة البندورة، بدي آخذ ملح يعني بدي أنكه الرز هون. حلو. تمام أوكي. وبدي اخذ بديل مرق الدجاج، وكالعادة انا بستخدم من ابو خلدون كبتيله. حلو. ما فيه اي مواد حافظه، حط معلقه كبيره، وما فيه اي اصباغ. حلو. فلفل اسود، بهارات مقلوبه او بهارات مشكله، وبهاي الوصفه اكيد ما رح نحط كركم لانه احنا عم ناخذ اللون من البندوره، صوص البندوره. اوكي 100%. وعندي هون بابريكا عشان تعزز لون البندورة. حلو. وتعطينا نكهة مميزة. حلو كتير. هيك بس بدي أقلبهم شوي، وعشان تتفتح عندي حبات الرز وتنصبخ شوي بصلصة البندورة، أنا عندي سالقة لحمة تقدروا تعملوها أكيد على جاج. أوكي. بدي أخذ زي كوب من مرق اللحمة طبعا سخن، وأخليهم مع بعض على النار تقريبا 5 دقايق لتتفتح حبات الرز وينصبغ الرز باللون اللي بدي اياه. اوكي حلو. تمام يعني هيك زي ما انت قلتي النكهه بالرز كامله 100%. كل نكهه الاكل. حلو كثير. طيب عم تحكي لنا اخلاص المناصير مساء الجمال على احلى وردتين بالمطبخ، وعم تقول لك كثير حبيت وصفاتك اليوم، عم بتقول لك انت ملكه المطبخ، خصوصا الكفته بالدجاج ابدعتي مثل العاده، شكرا لك يا اخلاص. وايضا وليد العباسي عم بحكي لنا تحيه فخمه للاعلاميه الراقيه دينا والشيف المبدع امتياز، الله يجعل حياتكم كلها امل وتفاؤل وسعاده ونجاح ان شاء الله. انتم عليكم جميعا كل بحضرونا واللي ما بحضرونا كمان. طيب بس خليني اخذ ورقه زبده. أوكي. من فيوتشر شركه المستقبل يا جماعه، اللي كل منتجاتهم متوفره بكل مكان، بعثوا لي ورق زبده. انا كثير بحبه هذا ورق الزبده الصراحه، لانه بتحطيه تحت المخبوزات تحت الحلويات وين ما بدك، وهذا بيجي مقطع جاهز. هذا اهم شيء. جابوا لي هيك علبه كبيره حطيتها عندي هون، صرت بس بدي اي شيء بتطلع الورقه جاهزه، لانه بتعرفي مرات الواحد لما بيكون مستعجل بده يقص بسرعه تطلع اشكال غريبه عجيبه. حاسك بتحكي عني. انا قصدي عنك يعني، بس قلت يعني اذا بتحبي تحكي انت او لا. هلا بالعراق لقيت طريقه كثير حلوه عندهم عشان تضمني انه المقلوبه ما تلزق اوكي وتقلب معاكي بطريقه كثير حلوه، بحطوا ورق زبده بقاع الطنجره. جد تحكي بقاع الطنجره؟ بقاع الطنجره بحطه، فانت هيك بتضمني ما يلزق ولا شيء وما تنحرق يمكن ولا هي عادي، ورق الزبده ما بمنع الاشياء انها تنحرق. بس انه بسهل الموضوع بخفف. صح، لو انحرقت ما بيلزق. هلا انا بس بدي اخذها افردها، انا عندي هيك طريقه بس عشان تطلع معي بالضبط قد ما بدي من الطنجره. اوكي. تاخذيها بتعمليها كانها مثلثات. وعندي انا اليه زهره باذنجان بطاطا، برضه هن بيعملوها، في ناس بزهره في ناس بباذنجان في ناس بس ببطاطا، شايفين هيك تكون نص الطنجره هي النص. حلو حبيت. بعدين تعمليها زي هيك، شو بتلاقيها؟ بتلاقيها على قد الطنجره، على قد قاع الطنجره، على قد قاع الطنجره. يا سلام عليكي. اوكي هلا انا بصراحه بالبيت ما بعمل هذا الحكي، بس انا حبيت هاي الفكره. قلت للصبايا اللي ممكن ايام بتلزق معهم قاع الطنجره، ايام ما بتحب هدول التفاصيل، بتقدر تعمل هذا الحكي 100%. حلو. هلا بدي ادهنها شويه زيت عشان بدي تاخذ اللحم اللي راح احطها لون. قلت لك والله يا علي بتطلع حلوه. قلت لك نفسه يكون معنا. انا متوقعه. طيب بس دهنتها شوية زيت لأني رح أحط اللحمة، بدي أطبق هلأ المقلوبة. أنا سالقة لحمة راس عصفور
طبعا خروف انتم بتحطوا لبيتكم اياه، بس طبعا احنا متعودين على الاكل العراقي فيه مدهن شوي. صح مدهن 100%. فراح احط اللحمه اللي سلقتها ومستويه تماما عشان تاخذ هيك لون حلو. ساي منها اصفتها بالقاع. قولي لي انت مع انصر اخاك ظالما او مظلوما ولا لا؟ انا عم بقرا على نفس هذا الموضوع من وليد العباسي، عم بحكي لحظه وين راح، لانه جاوبنا على هذا السؤال. حكى انه هو تنصره ظالم اي بتصرفه وتمنعه عن الظلم، فانت بتنصره حتى لو كان ظالم لحتى انك يعني توجهه وتمنعه عن الظلم، هيك بتكون انت نصرته. أوكي. بس انا اظن انه انت ماخذتها من ناحيه ثانيه. ولا انا يعني يعني هو بيقصد انه لو كان اخاك هو الشخص الظالم كيف بتنصره؟ لما انت تكون بدك تنصر اخاك ظالما او مظلوما كيف بتنصره؟ لما بتحكي له انت عم تعمل غلط وتوجهه وتمنعه عن الغلط، هيك بتكون انت نصرت اخاك. طب والله لا انا والله هاد اللي جاكم. هلا شوفي انا زمان انا دائما مع الحق زي ما انت حكيتي. أوكي. بس اكتشفت اياما انت العاطفه سواء مع الشخص الظالم او المظلوم تاخذك لمكان انه تعملي هذا الموقف او ما تعملي هذا الموقف. فبفضل مع الوقت ما اتدخل، بس بنصر اخاه. يعني اخوي لو منفترض اخوي عن جد واحد من اخواني يعني ما بتقدري غير انك تكوني واقفه معاه. لا عن جد علي، اذا واحد من اخواني رح اوقف مع اخواني، بس ممكن بيني وبين اخوي احكي له انه انت اللي التصرف اللي عملته ما بيصير، حلو ما كنت توقعته منك او كذا، بس لا قدام الاشخاص لا. 100%. انت زي ما خصوصا زوجاتهم. قولي انا لسه ما جربت هذا الشعور يعني، بس انا اصلا عاطفتي كثير بتتحكم فيي برات زياده، وبالنسبه لي اخواني يعني بكره بتشوفي بتجربي يعني زي كيف الام هي ما بتكون قصدها توقف مع ابنها ضد مرته مثلا. صح. او ضد صديقه او كذا، بس ما هي عاطفتها لابنها بتشوف انه ابنها دائما صح 100%. وهي ممكن ما تكون الحقيقه، هو مش دائما صح 100%، بس حلو يكون في وعي انها عارفه انه غلط وتنبهه بعدين بينها وبينه وتوجهه للطريق الصح. من يوم هاي الناحيه انا معك 100%. طيب احنا حطينا اللحمه، بتقدر تحطوا لحمه بعظم بس تكون مسلوقه او مستويه، بتقدر تحطوا الدجاج بس الدجاج قلوه حطوه عشان هيك ياخذ لون حلو. هلا بدي اصفط بطاطا، عندي باذنجان. تذكرت انه انا ما قليت بطاطا لوصفه الكفته. اوكي معنا وقت مروة تخبريكم. انا خليت 5 حبات لاني رح احط انا فيها بطاطا وباذنجان وزهره. اوكي فوق اللحمه عادي زي كيف بنحضر احنا مقلوبتنا عادي، بنحط الطبقات فوق بعض 100%. بنحط الطبقات زي ما انت قلتي فوق بعض. والله يا علي استنى شوي، والله بنعتذر. والله احنا اسفين. فبعرف شو انا اسمع منهم انه انت بتنصري اخاك ظالما او مظلوما. هي اخاك مش شرط يكون اخوكي مثلا، يكون صديقتك، حدا قريب منك، حدا يعني من العيل. 100%. وراح احط اخر شيء زهره. هلا انا الطنجره اللي بحب استخدمها هاي اللي انتم شايفينها، هاي طناجر الريال. فيها توزيع حراره من تحت، شبكه بسموها شبكه النحل. اوكي تمام. وبنفس الوقت ما بلزق فيها الاكل، فانا قصه ورقه الزبده بس حبيت اعطيها للسيدات اللي ممكن ايام بتلزق معها طنجرتها مش منيحه. وهي الطناجر موجوده عند الشريط الذهبي، كتير بحب انها تكون موجوده في بيتكم، كتير سعرها صح. كتير معقول، وبتيجي تقومي وبتيجي بالوحده. وقد ايه بتسهل عليكي هاي ادوات المطبخ اللي بتكون نوعيتها منيحه، بتوزع الحراره بطريقه منيحه، ما بتحرق ما كذا، كتير بتسهل عليكي الطبخه وبتسهل عليكي نص الشغل 100%. هلا رح اخذ الرز، الرز اللي هو مش مستوي 100%. لا هو الرز مش مستوي بالمره. وراح احطه فوق الخضروات اللي انا حطيتها اللي هي لحمه. انتم بدكم باذنجان لحاله حطوا، بدكم زهره لحالها حطوا، بدكم بطاطا لحالها زي ما انتم متعودين على مقلوبتكم. اوكي حلو. بس شايفين كيف لون الرز؟ بجنن. هاي لون الرز قبل ما نحطه احمر. ايوه احمر على حمار. هلا بده يخف شوي مع مرق اللحمه، بعدين بدنا نحط عليها مرق لحمه، بس لانه انا عملتها باللحمه. هلا اذا عملتها بالدجاج بدنا نحط مرق دجاج. اوكي ولكن بس اجي اغطيها، بدناش ننسى انه احنا حطينا كوبايه قبل واحنا عم نطبخ الرز. صح. مع اللون الاحمر. فبحط المرق بس يغطي وجه الرز مش اكثر، ما يزيد عنه، ما يزيد عن وجه الرز. أوكي. عشان الرز عندي ما يخب، بس لانه احنا الرز هيك متفتحه حباته. صح عرفتي، رح يستوي بسرعه 100%. يلا فاصل. يا علي يلا. هلا اوكي بنسمح لك، فبما انه طبختنا صارت تقريبا جاهزه رح نحطها على النار، نطلع فاصل نكمل باقي وصفاتنا، خليكم معنا.
اهلا وسهلا فيكم عن جديد، رجعنا لكم بكل حماس حتى نكمل باقي وصفاتنا. عملنا المقلوب العراقيه او المقلوب الحمراء. كل اللي انضموا لنا هلا وما شافوا طريقه المقلوب الحمراء فوتوا على صفحتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن وعمان تي في اوفيشال لحتى تحضرونا عبر اللايف وتمشوا معنا خطوه بخطوه بوصفاتنا. واذا عندكم اسئله واستفسارات بتقدروا تكتبوا لنا بالتعليقات. خلينا نرجع نشوف شو بدنا نعمل بعد المقلوب العراقيه. شوفي الاضل لسه هاي انت ما سمعتها يا علي. ما لحق السياره بنروح كثير والله شكلنا صرنا زمان مش شايفين بعض، كثير في حكي وقصص. هلا بعد الهوا بعد الهوا اوكي معاكم لتنتين ونص، بعد هيك عندي تصوير. طيب خلينا نروح عشان احنا عن جد ما ضل معنا وقت لانه اليوم فاصلنا كثير طويل وكمان بلشنا شوي متاخرين. ناخذ وصفه ثانيه عشان نعمل وياكم حل الخشخش اللي كثير سهل. ناخذ وصفه الكفته يلا. لكفتة الدجاج بالطحينية رح نحتاج كيلو كفتة دجاج من العز، معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة بهارات مشكلة، ومعلقة صغيرة بابريكا. كمان لصوص الطحينية رح نحتاج نص كوب طحينية من أبو خلدون كباتيلو، ربع كوب ليمون، معلقتين كبار لبن، وكاسة ونص مي وملح. ورجعنا لكم اكيد لحتى نعمل كفته الدجاج بالطحينيه، وانا بموت على هاي الوصفات اللي مقاديرها قليله وسهله. مقاديرها قليله وسهله بتتحمسي انك تعمليها. هلا انا دائما بحب اعطيهم افكار بالدجاج الصراحه، لانه احنا اغلبنا اعتقد بالبيت بناكل دجاج. صح الاغلب بيشتري دجاج اكثر من اللحمه، نوعاً ما اللحمه سعرها غالي وبناكلها مثلا مع المنسف مع الاكلات الثقيله. خلينا اليوم نعمل كفته. اليوم جبت من عند العز كفته الدجاج المبخره جاهزه. تمام هي كفته دجاج مبهره وجاهزه. انا طبعا هدول بجيبهم فروزن، بتركهم عندي بالفريزر والوقت اللي بدي استخدمهم فيه بطلعهم من الفريزر قبل بيوم. حلو تمام. هلا بدي اخذ الكفته عليها بهاراتها عليها كل شيء، بس انا دائما عشان البهارات اللي بتكون موجوده بالتتبيلات هدول بتكون المعتدله جدا. اوكي صح. عشان تناسب كل حدا، تناسب عشان عنده اذا بدك تزيدي بتقدري تزيدي مليون بالمية. فانا دائما بحب ازيد عليهم شوي. انا ضل عندي كميه شوي من قبل امبارح. وبدي ارجع اذكركم انه العز طبعا اكيد عندهم ابلكيشن تقدروا تطلبوا منه او بتقدروا تاخذوا من فروعهم اللي حول المملكه الموجوده عندهم. عندهم تقريبا 145 فرع من الجنوب للشمال. حلو. بدنا ناخذ بهاراتنا. هي سريعه كثير الوصفه عشان افوت بوصفه الحلو، لانه وصفه الحلو شوي بدها وقت. بدنا أوكي. نحط ملح وفلفل اسود وشوي من البهارات المشكله. اوكي بس بدنا نتذكر انه ما نكتر لانها اوريدي مبهره. برافو عليكي. حلو. بس انا لاني رح احط عليها صوص طحينيه، وصوص طحينيه بالعاده ما بيكون مبهر ولا شيء. نعجنهم هيك مع بعض عجنه سريعه ونعملهم كرات. نفس مبدا الكفته العاديه، ما احلى ريحتها. هي تتبيله الاصليه تبعتها. بدي اخذهم الفهم كرات واحطهم بالفرن تقريبا 10 دقائق عشان لازم يستووا قبل ما نحط صوص الكفته. حلو. اللي هو نفسه احنا متعودين عليه لما نعمل الكفته اللحمه. هلا في ناس كثير ما بياكلوا كفته اللحمه. في ناس ما بيحبوا اللحمه مزبوط. مليون بالميه. فبتقدروا هيك تاكلوها بالدجاج ونفس الطعم ونفس اللذاذه. اوكي تمام. انا بس بدي اعملهم كم من وحده لانه انا حاطه بالفرن اصلا اوريدي جاهزين. حلو. بس عشان نشوف صوص الطحينيه اذا بتضيفي له شيء كيف بتعمليه، بده يكون مرق بده يكون جامد بكفي. خليني اجيب اللي انا حطيتهم بالفرن ونقيم هدول ونعمل صوص الطحينيه. اوكي حلو. خلاص عم تحكي لنا مساء الورد، انا مع المقوله حبيبتي، لانه دائما احنا العاطفه بتتغلب علينا خصوصا اذا كان الموضوع بخص الاخ. طبعا. مثلا كمثال مثلاً. انا اقولي مريحه راسي. انا عن جد عندي اسم الله 5 اخوان و5 متزوجين. اوكي ان شاء الله شو ما يعملوا اخر همي. ما هو اسمعي اذا بتضلك تعملي مشاكل خمسه رح يتفقوا عليكي بعدين بكره. لا مش انه تعملي مشاكل الصراحه. احكي لك ليه؟ يعني اذا بسمعوني الامهات والصبايا وهيك انه هن بينسوا انتي لا. صح. زي ما الام هي بتنسى لك، يعني مثلا الام تنسى لابنها بس لا تنسى لك نتها. طبعا طبعا. وقيسي على ذلك مواقف 100% كثير هيك بتصير شغلات انه يمكن حكينا فيها قبل، انه مثلا صاحبتك بتشكي لك عن صاحبتها او عن زوجها او عن شيء، فانت بضل الموضوع براسك وبس يرجعوا يتصالحوا ويتفاهموا انت بضلك حامل الموقف. انه كيف سامحته. بضلك ماخذ موقف من هذا الشخص انه ما بتقدري حتى تشوفيه مرات او تسلمي عليه. بس هو بالواقع بين بعض تصافوا وتصالحوا وحلوا المشاكل.
فمعاكي حق 100%. هدول صار لهم بالفرن تقريبا 10 دقائق، انا بس دائما بحط ورق الزبده، حكيت لكم ليه؟ عشان مبدا التنظيف، وبس هن ما بحتاجوا الصراحه. شوفوا ما احلاهم هيهم. بدنا نعملهم صوص الطحينيه قبل ما يدخلوا لي البطاطا يا مروتي. ما نضجت؟ بحب انك تعيدي وراها. بسيطه، بنستناها تنضج. خلص هاتوها. طيب هاتوا اللي قبل. طيب خلينا، انا بقول لكم ورق الزبده اللي هلا عم بستخدمه، انه شايفين انتم وراي فيوتشر حطوا لي ورق فول ورق نايلون، وحطوا لي كمان ورق الزبده. ورق الزبده رح يسهل عليك تنظيف والجلي، ورح يسهل عليك تنحرق الصينيه تبعتك، فانا بستخدمه بكل شيء. فجيبوه من عند فيوتشر، برجع بعد لكم انه فيوتشر موجودين منتجاتهم بكل مكان، مش بس بالشوروم تبعهم الموجود بالمقابلين، موجودين بالسوبر ماركت بالهايبر ماركت. وبرضه بترجعوا تسالوني عن كاسات اللي عملت فيهم الثيم هذاك اليوم لكاس العالم من عندهم. هلا هذا الاثنين رح نعمل افكار حلوه كمان لكاس العالم، لانه بلشت مباريات تحلى. هلا بلشت البرازيل خسرت، معني انا برازيليه. صح. بلش يعني عم تبلش تصير لسه مكملين مستمرين، بس يعني البرازيل تخسر الواحد بزعل، يعني البرازيل تخسر شوي غريبه. الارجنتين شفت حرام كيف صار يبكي سواريز مسكين. لا متابعه منيح انت. على رجوي هذاك. صح. لا والله متابعه. طيب خلينا نعمل هلا، يعني اسمعي معناته اذا هيك الموضوع انت متابعه لهالدرجه، احنا ما عندنا ازواجنا ما رح يكونوا معنا نزعجهم، فرح نزعجك وانت تجاوبيني على كل الاسئله، اي شيء ما بنعرفه بنسالك. لا لا مش في يعني تسلل، شو يعني مش عارفه ايش انت بتجاوبيني. انا هذا ابني رامي لازم اطلعه بحلقه بنرن عليه. طيب انا حطيت طحينيه وحطيت لبن، اللبن عشان يكون شوي خفيف عن الطحينيه، والطحينيه كمان من ابو خلدون كبتيله. وحطيت كميه ليمون منيحه، انا عشان ما تفرط معي الطحينيه خلص احفظتوني. بحط الليمون مع الطحينيه، بحركهم كتير منيح مع بعض، عشان ما بحبش مبدا احطي خلاط واخلطيها عشان ما تفرط. شوفي بس تصير جامده زي هيك. مستحيل بعد هيك تفرط معاكي الطحينيه. حلو. صح. شايفين صارت زي هيك. خلص هي هيك صارت كيف زي الحمص، زي الكريمه تقريبا. شايفه. صح. بعدين هلا بحط عليها الملح، معلقه من الملح، وراح اضيف عليها المي. اوكي. المي بارده سخنه هون مش فارقه، بس بفضل انكم تستخدموا البارده ليصير عندي قوام الطحينيه اللي بدي اياه. اوكي تمام. هلا في انواع طحينيه بتختلف عن انواع ثانيه، انا بحط للنص كوب تقريبا كوب وربع كوب ونص من المي، ولكن انت حسب نوع الطحينيه فشوفيها على النظر. والطحينيه اللي بتفوت على الفرن ضروري جدا 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 تكون سائله اكثر. برافو عليكي، لانها بتجمد. والله صايره شطوره. طيب انا بس بدي اخفقهم مع بعض كثير منيح، وناخذ وصفتنا اللي هو حلى الخشخش. يلا لا كرات الخشخش او كرات اللوتس المقرمشه، رح نحتاج باكيت شعريه باكستانيه، كوب ونص بسكوت شاي مطحون، علبه حليب مكثف محلى، معلقتين كبار زبده اللوتس، نص كوب بسكوت لوتس مطحون، ومعلقتين كبار قشطه، معلقتين كبار سمنه البلقاء. اوكي رجعنا لكم، رح نعمل هلا الحلو بس يجهز طبقنا هلا. بس بما انه شفت سؤال عن الكفته قبل ما يعني نتعدى عنها من الغروب، عم بتقول لك لو بدي اعمل دجاج للكفته بقدر احط عليها بصل وبقدونس؟ هي هاي اذا هي بدها تجيب قصدها لحمه مفروم دجاج مفروم عفوا، او تفرم صدر الدجاج هي بالبيت، بتحط عليه بصل وبقدونس زي كانه كفته عاديه، زي الكفته اللحمه، بتبهري ملح فلفل اسود بهارات مشكله. حلو. وبتمشي عادي بالتفصيله زي ما هي. هلا انا هون حطيت الكفته، بس لازم الكفته بالدجاج او الكفته باللحمه تفوت على الفرن، خصوصا لما تكون بالطحينيه عشان ما تزنخ معاكم. بعدين حطيت بطاطا، بتقدر تحطوا شوي من شرحات البندوره، انا الصراحه رح احط برضه بنقدر نحط. هلا هي البندوره مش كثير بحطوها الصراحه مع الدجاج مع الطحينيه. اوكي. بس الصراحه اكلتها بمطعم هذاك اليوم، لقيت كم من شرحه يكونوا محمرين بيكون كثير زاكي. صح. فحلو الواحد بس يضل يجرب اشياء جديده وافكار جديده. بلا. وراح احط صوص الطحينيه مش كثير بس هدول. بدي احط صوص الطحينيه وادخلها على الفرن. هلا مش راح تاخذ معي تقريبا 10 دقائق. شوفوا الطحينيه سائله مظبوط، ما يعني فيها ولا ذره يعني حبيبات او شيء. صح. الحراره الفرن، احنا فرننا بيشعل من فوق ومن تحت، حراره الفرن بدها تكون 180. اوكي.
تمام نحطها لتاخذ قلنا غلوه، والطحنيه بتاخذش عمر كثير، مجرد ما اخذت اول غلوه حمري وجهها وطلعيها. اوكي حلو تمام تمام التمام. طيب نبلش بالكرات، نقيم كل هذا الحكي. كرات الخشخش عشان نحكي عن طريقة تحضيرها شوي مختلفة عن إيش إحنا متعودين نحضر الكرات تاعت الكيك أو أوكي. كرات البسكوت. مبدئياً خليني أجيب سمنة البلقة اللي صرت أستخدمها للحلويات. أيوة على الفلافل، على الفلافل. على الفلافل. اوكي اللي على السمنه اللي عم تستعمليها اللي هي بنكهه الزبده. مليون بالميه بنكهه الزبده، لانه احنا حكينا خلص صرنا نستغنى تماما عن موضوع الزبده بسمنه البلقه اللي بنكهه الزبده اللي متوفره بكل أوكي. الاسواق ومتوفره بنكهتين اللي هي نكهه السمن البلدي ونكهه الزبده. حلو خلص انا صرت استخدمها وما استخدم زبده، بعمل فيها المعمول، بعمل فيها الكعك، بعمل فيها كل شيء. هلا السمن البلدي او بنكهه السمن البلدي احنا متعودين مثلا البسبوسه، الهريسه، صح. الحلبه يكون طعمها سمن بلدي او الطبايخ او مثلا اللزقيات، والله زمان عن بندر واللزقيات عن جد. طيب بدي احط معلقتين منها تمام اوكي، واحط عليهم الشعريه الباكستانيه. لازم احكي لكم موقف، ما بس رحت اشتري الشعريه الباكستانيه، هلا متوفره بكل السوبر ماركتات بكل أوكي. مكان زمان كانت مش متوفره، والله كنت اخذها ب 70 قرش 65 70 75 عشان حلو الحلال اوكي، بعد دينار 30 يعني هي الناس لما صارت تستخدمها كثير غليات. غليات شكلك انت، كل ما بتعملي لها دعايه اكثر كل ما بتغلى. شايفه فما تحكي عنها كثير. بحطها بمحضره الطعام بطحنها كثير ناعم. اوكي هلا اي شيء بيدخل فيه اللي هو اللي اسمها الشعريه الباكستانيه لانها بتعطي قرشه بسموها خشخش، بتقرش اوكي بتخشخش عرفتي كيف، فبدي احمصها شوي ليصير لونها شوي على حمار أوكي. عشان هيك بتحسها فلافل يا علي تمام عشان لون الحمار هذا اللي عم نحمص فيه. مليون اللي احط السمنه هون، نقيم كل هدول الصحون. يلا قولي لنا ستي. طيب خلينا نقرا شويه تعليقات. دينا وشاح عم تحكي يسلم ايديك يا شيف امتياز على كل الابداع اللي عم تعمليه. كمان غسان حمادني عم بحكي بحكي لك انا زعلت من سواريز. عشان بكى كثير او زعل عليه، يمكن زعل عليه قد ما بكى. كان بيحزن شوي صراحه. بيحزن كلهم امبارح كثير، يعني عم بتشوفي قد ايه عم بتاثروا لعيبه كره القدم بالمباريات بس يخسروا ويطلعوا. يعني انت فاهمه لما يكون هذا شغفك وهذا شغلك وهذا نجاحك وهذا كل طموحك اكيد الموضوع بيكون مهم كثير بالنسبه لهم. صح مليون بالميه. طيب خليني بس اشوف شو اخبار المقلوبه عشان علي قال لي رح نطلع فاصل اشوف اذا الرزات طلعوا حلوين ولسه بدهم شوي. والله يعني بدهم يعني بعد الفاصل، بعد الفاصل بتكون تمام يعني امورها ماشي حالها. ماشي حالها يلا. طيب قبل ما نطلع فاصل انا بعرف انه انت تعودت على هاي الكلمه. ما ما بنحكي عن هالجمله بالحلقه. علبه الحليب المكثف المحلى اوكي، بس اخلطها لانه الشعريه على طول اخذت معي لون مع معلقتين السمنه اللي بنكهه الزبده، وراح احط عليهم البسكوت. اوكي بسكوت هلا بس. بتشوفيهم على طول هيقلبوا معاكي كانهم عجينه. اوكي على طول لما يقلبوا معي على انهم عجينه، اذا متوفره زبده اللوتس كان به، مش متوفره حطوا لا تحطوها، او حطوا معلقه شوكولاته. وراح احط معلقتين من القشطه. حلو ما عنديش قشطه بحط معلقتين من الحليب او ثلاث معالق من الحليب. حلو هيك بيكونوا جاهزين. بعد الفاصل نبلش نكور فيهم واشرح لكم بالضبط شو عملت. تمام اذا رح نطلع فاصل صغير نرجع نكمل وصفاتنا، خليكم معنا. اهلا وسهلا فيكم عن جديد، وصلنا لاخر جزء من حلقتنا. عم نعمل الكرات الخشخش، مزبوط هيك اسمها؟ صح. وكمان نشوف النتائج النهائيه لكل الوصفات اللي عملناهم اليوم. احكي لنا بعد ما خلطتي هالخلطه شو بتعملي. والله الله وكيلك اللي رح نشوف نتائج نهائيه ولا شيء. اظن ما رح نشوف نتائج نهائيه اليوم. دخلتوني متاخره على الحلقه. مشكله مين؟ مشكله مين؟ عاملين احنا تاخرنا. انت قولي لي مين. والله ما عارفه. علي. علي وسائد ما في تيجوا معنا اليوم. طيب خليني احكي لهم هلا يا علي هلا. خليني احكي لهم ايش عم بعمل بهدول الكرات على السريع، بس انا عشان بشكلهم بايدي لاني ببل ايدي مي اوكي. ما بعرف اسويهم بالجلافز عشان هم بيكونوا مدبقين شوي من الحليب المكثف اللي احنا عاملينه.
فبحط ايدي عليهم مي، بعدين بكورهم بحطهم ببسكوت لوتس. هلا اذا انا ما عندي، طبعا انا البسكوت اللي حطيته جوا الخلطه هو بسكوت الشاي عادي اللي احنا بنستخدمه. اوكي عرفتي. اول شيء حطيت معلقتين من السمنه اللي بنكهه الزبده، ضفت عليها اللي هو الشعريه الباكستانيه باكيت، كوب ونص من البسكوت، علبه حليب مكثف محلى، وبعد هيك بغسل ايدي. اوكي وبعد هيك ايش حطيت؟ ايش حطيت؟ معلقتين من زبده اللوتس، وبعدين حطيت معلقتين من القشطه. تمام. على النار بس صاروا معي زي العجينه. شو عملت؟ بلشت اكور فيهم واحطهم بالبسكوت. وبالبسكوت عندي بسكوت لوتس بيكون منيح، ما عندي بحط اي بسكوت. اشوف هاي شو امورها، هاي امورها صارت كتير منيحه، بس انا المقلوبه لاني لقيتها لساتها مش مستويه منيح، عشان هيك زعلانه يعني. يلا شو بدنا نعمل؟ علي بياكل هنيه. علي 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 دخلني على الهواء. قديش يا علي متاخر؟ والله تاخرنا عشان لا هي او تستنوا المقلوبه تستوي، انتم حرين مثلا. لا هو مش على الاكل ني، لاني اذا حطيتها ني حرام ببين. لا مش ماكله همك. مروه على طول ردت له اياها. شطوره مروه، صايره تفهميني حبيبتي. الله يرضى عليكي. احنا هيك البنات مروه. خلاص حطي كرسيكي جنبي اليوم. احنا الثلاث جنب بعض حجزنا. لا وقعت دانا كمان رح تكون صح؟ دانا كمان رح تكون موجوده ان شاء الله. حكت احنا حزب بهار ونار. احزاب مين؟ انمار هارون. علي عم بيقول لنا انه انمار هارون زميلنا كان هون بعمان تي في، هلا هو بدبي اكيد، فبدنا نوجه له تحيه. بقول له نفس ما انت ما بعدك عم تتبهدل. نوجه تحيه لانمار هارون اللي عم بحضرنا. انا بترك الموضوع، صرت المايك لدينا اسمع مني صايره. انا بكمل خلص يعني، على فكره من عشر القوم بقول لك بصير خلص اخذت منك كل العادات، بتحكي كل شيء على الهواء، بتحكي كل شيء على الهواء، بطلت اقدر اخبي اسرار. اخذ منك يا دينا. مثلا دينا حاولي تحافظي على اسرارك. انا خلص انتهى. قد ايه موضوعهم سهل هدول الكرات؟ كثير سهل وطعمهم كثير طيب، ولسه كان دينا عم تعطيني فكره كثير حلوه. هلا احنا جايين لحلقات حلوه ان شاء الله للكريسماس كمان قريبا جدا، يعني من نص 12 رح نبلش حلقات مميزه للكريسماس، فحلو تحطي عليهم الوان من الكريسماس او الشوكليت او شيء بيضه مع الوان مثلا او هيك، بتكون يعني ظابطه لضيافه كريسماس. من يوم البيس انا اخذ اخر صف. أوكي. ونزينهم ونقلب المقلوبه. خلص المقلوبه استوت يا علي. استوت. يلا حظك حلو. شو اعمل مع الزغاريت ولا بلاش؟ انصري اخاك ظالما او مظلوما. لا انا معك والله دائما معك حبيبتي. تمام، إذا هيك تقريبا هدول صاروا خلصين جاهزين وسهلين وامورهم تمام. رح نشوف هلا نقدر نشوف النتائج النهائية. نقدر نشوف النتائج النهائية. كله خلص صار جاهز. الكفتة أصلا قلنا لكم ما بتاخذ أكثر من 10 دقائق. أوكي. والمقلوبة لأنه اسم الله كميتها كبيرة، تخيلوا الطنجرة اللي أنا مستخدميتها اليوم أخذت معي 5 كاسات من الرز. أوكي. غير اللحمة غير البطاطا غير أي شيء أنا كمان مستخدميته وحطيته. بالضبط. وعلى فكرة الحلو بالموضوع إنه بوقت قصير استوت هلا، بغض النظر إحنا ما كان معنا وقت. صح. بس من الأكلات اللي بسرعة بتستوي إذا أنت قالية كل شيء جاهز واللحمة تقريبا يعني مستوية، الرز نتفه هيك أنت سالقتيه قبل. مليون بالمية صح، تمام بتستوي بسرعة وما بتاخذ وقت كثير. مليون بالمية صح. شو آخر إبداعاتك في الطبخ؟ لا خلص أنا من بعد المكدوس أخذت بريك. مين ساعدك فيه؟ لحالي. جاد؟ ولا حدا ساعدني بإشي. وسلقتي وكل إشي؟ كل إشي أنا عملت، أنا سلقتهم وأنا ملحتهم. أنا كثير كنت مستغربة من حالي، بس بتعرفي أنا من الناس اللي بكره أحس إنه في إشي مستحيل أعمله. لما أحس في إشي مستحيل أعمله بضل وراه لحتى أعمله، فبحب هيك اكون انا مجربه كل شيء وهيك اثبت لحالي انه شو ما بدي اعمل بعمل. والله برافو عليك الصراحه. بس لا هي لسه ما دقناهم، ان شاء الله اليوم بدنا ندوقهم ونشوف كيف وضعهم، ان شاء الله بتكون امورهم تمام. بس انه هاي الفتره قلت لك كنت معجوقه شوي بالبيت. صح حكيت لي انك ما جبت السجاد وبتغسلي سجادك. تعالي تعالي. أيوة. اعطيكي شيء تغسلي السجاد عليه. هاتي هاتي خدي خدي لانه ايش عم بغسل ايدي من عز هذا. هذا صح. يلا هنحكي لهم عنه شوي. للسجاد. وفي احلى شيء بالموضوع انه معاه الفرشايه، فرشايه للسجاد منه وفيه. لما تشتري فرشايه وتعمليه خلص منها نفسها بيطلع الماده وبتنظفي تفرك السجاده فيها. حتى مسكتها كثير سهله للتنظيف، حتى مسكتها كثير سهله للتنظيف. هلا هاي الفرشايه وهذا الدواء بتمسكوه بهاي الطريقه وبيطلع الماده اللي جوا وبتنظفي فيها السجاد. مليون بالميه ألماني ومضمون 100%. وانا زي ما قلت لك انا جربت منه اللي بينظف الغساله،
بنظف الغسالة الاوتوماتيك كل فترة بنحس انه بطلت تطلع روائح الغسيل حلوة كتير مع الوقت، لانه بكون في شغلات علقت بالغسالة فبدها تنظيف كل فترة. انا استعملته اللي هو الازرق، هي موجود دكتور بيكمان. احنا نحكي لهم عن دكتور بيكمان يا جماعة، دكتور بيكمان موجود بكل سوبر ماركت هايبر ماركت، في منه كوليكشن كتير كبيرة. انا هاي الفترة بس عم بحكي لكم عن الاشي اللي بتساعدك بالشتاء زي السجاد. احنا سجاد دايما من كوب عليه مثلا الشاي القهوة التفاصيل هيك، خلص انت في مكانها من غير ما تشيلي سجادتك وهي في مكانها بتستخدمي بهذا. او بتستخدمي مثلا زي انا الفرن عندي مأساة دايما من كتر الشغل، اكيد برش وهو شوي دافي بتركه شوي بعدين بس بمسحه. حلو، عرفتي كيف؟ بكون شال اي اشي دهون اي اشي ممكن يطبع مليون بالمية عن الغاز والفرن. تمام، انا هيك هشلت لهم. حاضر، انا بس بدي اخذ اخر كم من حبه كره. اسمع، انا بقول وانا بغسل ايدي تذكرت انه بالجزيره غير انه انا والله بستخدمه للجلي من كتر ما هو ناعم على الايدين، عم بغسل فيه ايدي. بكون بس بدك تشمي الريحه قد ما هي لذيذه. خلص انا احط هدول لورا ونزين الكرات الشوكولاته. رح اهديك الصراحه من الجزيره اللي على نكهه التوت. يا سلام، انا بموت على الاشياء اللي ريحه فواكه، تحسي هيك جات بالبيت ريحه فواكه. طيب انا هلا بدي ازينهم. هلا انتم زينوهم بايش ما بدكم، بس هاي لانه كنت حاطها بالثلاجه. زينوهم بايش ما بدكم. انا عندي زبده فستق حلبي، انا بعملها بالبيت. حلو. كل شيء انا بعمله بالبيت، حتى الصراحه زبده اللوتس اذا بدكم بتفوتوا بتلاقوها على اليوتيوب. انا كمان عميتها هون بالبرنامج كثير، مش راح دايبه ايش اسمه، جامده. لا جامده كانت بالثلاجه. وعندي كمان هون اللوتس. حلو، فانتوا اللي بدكم اياه زينوا فيه واستخدموه. بتقدروا تزينوهم بالشوكولاته، بتقدروا تزينوهم بنفس الحليب المكثف المحلى، تخلوا شوي وتزينوهم فيهم. اوكي تمام. انا ما بعرف عندنا او بنفس زبده اللوتس او بالشوكولاته زي ما قلتي، بحليب مكثف محلى، شوكولاته بيضه، اللي بدكم اياه. مليون بالمية. بدنا نقلب المقلوبه. يلا صار وقت المقلوبه، بنسرق بسكوتي من هون لهون. بدك هاد صح؟ هلا شوفوا انا ايش القصه اللي اليوم مقلوبه ستة قصة. عن جد اليوم مقلوبه ستة قصة. خلينا نشوف وضعها. لا امورها ممتازه. شوفوا لا شوفوا لونها بجنة. لونها هنجيهم اللون. انا دقت طعمها طبعا مقلوبه بالذات، لانه كم بتقدري تعدلي طعمها بعدين. شوفوا ما احلاها، بتجنن. شوفوا الرز بتجنن ولونه. علي من هون سمعت صوته. علي ايش في؟ يا سلام، شايفين رز مهراجه وخلطته مع رز تايجر. هلا عندي تكه انا بعملها دائما عشان المقلوبه تقلب معي صح. اوكي، لان بالعاده بتركها بالطنجره تقريبا 5 دقائق بعدين بقلبها. اوكي، بس اكون مستعجله زي هلا. والله يا اختي بعمل زي هيك. والله هاي اول مره. لو سمحتي. والله دائما المقلوبة أنا عندي طريقتين عشان أقلبها، إن شاء الله تزبط. هلا إذا أنا ما كان عندي وقت أتركها بالطنجرة 5 دقائق قبل ما أقلبها، بس بالمعلقة بضغط عليها شوي عشان تمسك حالها وتنزل بالمعلقة زي ما هي. هلا أنا كنت أقلبها بهذا الصحن، بس هذا الصحن صغير وهذا الصحن شوي غميق. هو بالعادة مش لازم يكون غميق لأنه ممكن هيك تنزل بطريقة مع الأسف يعني، بس إحنا رح نحاول. بنحاول، بنقول يا رب. ما علينا إلا نحاول. يا ساتر هيثم بحكي. لا علي، انا بمرحله صعبه. جد كثير صعبه، انا حاسه بدك مساعده. تعال علي. لا لا لا، يلا بنقول بسم الله. رح هي بس انه ما بديش اياها تفرط، بس لانه طلعوا كيف مجور الصحن. فبتنزل شايفة؟ هيك يعني بسرعه. فرح تنزل بسرعه، ما بتنزلش على طول، شايفين مجور. فانا مكان يعني انا عارف. يلا شو بدنا نعمل؟ يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. والله شكله نيتك صافيه بدرجه مش عاديه على اللي انا شايفته لهلا. يلا نقول الله الله. قديه عن جد الله قديه حلوه. يعني ما تركناها ترتاح بالطنجره، هي شوي من اللحمه نزلت. بس يعني منظرها بجنن. وشكلها بشهي الصراحه، وشكلها بشهي. بس بدي اخذ شوي لوز وهيك بتكون مقلوبتنا العراقيه. حتى اللحمه شوفي اخذت لون حلو، بتجنن. طلع احلى اللحمه، البطاطا، الخضروات، تفصيلتها قديه حلوه طالعه التصوير. كثير كنت قلقانه منها كثير الصراحه. لا ومنظرها وريحتها، يلا. ريحتها بتشهي طالعه. معكم 3 ثواني تختموا قبل ما تفرط المقلوبه. يلا بسرعه. هيك بنقدر نرجعها على الطنجره كمان اذا بدنا. لا امورها تمام. تمام وطالعه بتجنن. اسمعوا طعمها كثير زاكي الصراحه. يعني جربوها، جربوا اشياء ثانيه بالبيت، دائما طعمها كثير طيب. حلو اكيد انه نغير وندوق هيك نكهات جديده ونروح على مطابخ شوي بتختلف عنا، زي المطبخ العراقي والمقلوبه العراقيه اللي احنا عملناها.
يا سلام. اسمع ممكن نضل نتغزل فيها نص ساعه، طالع عم تكتك الصراحه كثير كثير، اللحمات عم بينزلوا بس اوكي يلا مش مشكله، بالاخر رح تتاكل يعني. يعطيك الف عافيه شيف. تحب تذكريهم شو عملنا اليوم؟ اليوم عملنا كفته الدجاج بالطحينيه مع شويه بطاطا وبندوره، عملنا هالمقلوبة العراقية، وهون عملت كرات اللوتس أو حلى الخشخش حلو اللي هو بيجي مقرمش شوي. أوكي يعطيك ألف عافية عن جد، كل وصفات حلوة خلصنا بوقت قياسي جدا ودردشنا وتسلينا كمان بنفس الوقت، فيعطيك ألف ألف عافية، ويعطيكم ألف عافية جميعا كل اللي حضرونا اليوم وتابعونا، إن شاء الله تكونوا حبيتوا حلقتنا والوصفات اللي عملناهم كمان تكونوا حبيتوهم، جربوهم واحكوا للشيف النتائج كيف طلعت معاكم. بكرة أكيد رح نكون معاكم بحلقة بداية الأسبوع، حلقة يوم الأحد، فاحضرونا وكونوا بألف خير. يطلع معانا هو حاطها